أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن مدن البحرين الجديدة التي تقوم الوزارة بتنفيذها تحت مظلة الأمر الملكي السامي بتنفيذ 40,000 وحدة سكنية والمندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة بتنفيذ 25,000 وحدة سكنية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في الملف الإسكاني بمملكة البحرين ودليل قاطع على حجم الاهتمام الحكومي بقطاع الإسكان. جاء ذلك خلال اجتماع عمل الموسع عقدته وزارة الإسكان مع مجموعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية، وذلك للتعريف بالأراضي المخصصة للخدمة العامة بمشاريع المدن الاستراتيجية والاطلاع على مقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة. انطلاقا من التكامل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية، وهو المبدأ أيضا الذي ترتكز عليه سياسة الحكومة الرشيدة، حرصت وزارة الإسكان أن تعقد لقاء تستعرض من خلاله المخططات العامة للمدن الإسكانية الخمس من جهة، والاطلاع على المقترحات المقدمة من كافة الجهات الحكومية من جهة أخرى. اليوم طبعا كان الحضور ممتاز من قبل الجميع، مما يؤكد على أن كل الأجهزة الحكومية والهيئات والجهات تعي تماما أهمية مبدأ التكامل والتنسيق، وأيضا أن ترى أهمية قصوى لأن تعمل الحكومة نحو هدف واحد. وزارة الإسكان قدمت عرضا مرئيا تضمن مراحل الخطة الاستراتيجية في بناء المدن إضافة إلى الخدمات والمرافق العامة. استعرضنا معهم هني جميع الأراضي اللي تخصهم عشان يقومون بإعداد جداول وخطط لتطويرها، بالإضافة إلى استعراضنا لهم الوحدات الإسكانية وين هي الحين ونسب الإنجاز في كل مشروع. حبت وزارة الإسكان تشارك جميع القطاعات سواء الوزارات الخدمية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية في الوقت المحدد وبصورة مستدامة، توفر يعني المدينة تكون موفرة كل الأشياء اللي تحتاجها من خدمات. الجهات الحكومية أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ المخططات الإسكانية للمدن الخمس. اللقاء كان جيد جدا ومثمر، تعرفنا عليه على طبيعة المدن واحتياجاتها لمختلف أنواع الخدمات اللي تقدمها الهيئات والوزارات الحكومية. طبعا احنا في وزارة المواصلات والاتصالات يهمنا جدا المواقع اللي بيكون في عليها الخدمات اللي تقدمها الوزارة. حقيقة كان مبادرة متميزة، أن دعت كل الجهات الحكومية للأول شيء للعرض كل المشاريع الإسكانية وشنو نسبة إنجازها وشنو الخدمات المتوفرة فيها، وإحنا بالنسبة لنا في الهيئة الوطنية كان موضوع محطات الوقود توزيعها وعددها في المدن الإسكانية المختلفة. هذا اللقاء طبعا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة الوزير باسم بن يعقوب الحمر على تفضل بلقاء جميع المعنيين في وزارات الدولة كلها لشرح مخطط القادم لوزارة الإسكان. اجتماع مثمر، وبداية نحن نطلع على كافة البرامج والمخططات القادمة إن شاء الله لوزارة الدولة إن شاء الله. والله هذه أول شيء نشكر وزارة الإسكان أن أتاح لنا الفرصة أن نيون نتناقش معهم بخصوص بعض الخدمات الموجودة في هذه المدن. هذه التوسعة بتلبي إن شاء الله خدمات قطاع كبير من الناس، مناطق مختلفة. استراتيجية ممتازة. طرحنا شنو متطلباتنا في سبيل تنفيذ تلك الطلبات في أسرع وقت ممكن بما تماشى مع السرعة المطلوبة في الفترة القادمة إن شاء الله. هذه المبادرة تعزز التعاون والعمل بين كافة الجهات الحكومية، حيث يعد هذا التعاون هو حجر الزاوية الأساسي لتنفيذ برامج عمل الحكومة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.